78 78 هجري يبقى 4 ايه 5 السلفيجا سيندروم ديو تو ايه ابسنس اوف ميتوكوندريا ولا بيروكسيزوم ولا انكاد ولا كام دول بيروكسيزوم بي طب تعالى انت يبقى من رايل كوي وقف الكابتن اللي عايز الاجابات ومش معاني الامتحان يلا 1 A 2 B 3 D 4 B و C في واحده كمان 4 A و5 B و6 C و7 B 6 على 7 يا فشل تعالى رقم 30 ده امتحان هديه ده لو ما جبتش فول مارك تروح تمتحن في البولو انا اديت الامتحان حد كتب اللي جبته ورايا النبي مليان وده تعالى رقم 30 الامتحان ده سهل قوي لو ما حلتوش كله صح هيمتحن برودكت اوف ستايل كاربوكسيليز از ايه مالو نايل كوي صح ايه One of the following is against ketogenesis. Style quay ولا oxalo acetate ولا methionine quay ولا glucagon. طبعا oxalo acetate. The L oxalo acetate will against ketogenesis with the ketogenesis. The name B. ثلاثة hydrogen donor for fatty acid synthesis. Net BH plus H. ثلاثين. صح. One of the following is net BH generator except. مين في دول مش ناد بي اتش جنريتور الميتوكوندريال اي ستريت هيدروجينيز بيستخدم الناد وليس الناد بي يبقى الاربعه هختار سيادتك بي الفيرست كيتون بادي فورمت ان كيتوجينيسيس از اسيتو اسيد برافو عليك يا وائل ايه صح طب مايكروزومال سيستم كاركترايزد باي اول اوف ذا فولوينج اكسبت انزايم سيبريت ريكواير كواش كان تي انيشيت دي نوفو سينثيسيس ريكواير اي سي بي طبعا ما فيهوش اي سي بي يبقى الاجابه دي All are true regarding regulation of ketogenesis except increased during fasting associated with increased oxalo acetate ولا associated with increased lipolysis ولا associated with increased acetyl CoA اختار مين في دول طبعا دي طبعا ده الاوكسالو اسيت دي ضد الكيتوجينيز مين جاب السبعه صح بس كده نهار اسود مين عنده واحده غلط نهار مدوح مين عنده اتنين يا لهوي مين ما حلش خالص برافو عليكم ايه الجمال ده اللي عايز الاجابات واحد ايه اتنين بي ثلاثة دي اربعة بي خمسة ايه ستة دي وسبعة بي ده امتحان رقم 30 طب تعالى امتحان رقم 31 هات 31 حلو ده برضو امتحان حلو يا 31 يا هات 31 What is the source of net pH required for fatty acid synthesis? بنتوز فوسفيت باثواي ولا مالك انزايم ولا بوث ولا نان بوث طبعا يبقى سي طب one of the following is not correct as regard acetyl CoA carboxylase بيتكلم على الاي سي سي يا جماعه Stimulated by insulin ولا required for de novo synthesis of fatty acid inhibited by glucagon inhibited by insulin مين اللي غلط في دول؟ طبعا دي هل هو inhibited by insulin؟ لا طبعا ده بيعمل له activation وخلي بالك في فن يعني في الحل يعني رقم ايه؟ stimulated by insulin رقم دي لازم واحده فيهم غلط يعني بالحقل كده كان انت بتفكر واحده من دول لازم تبقى غلط واحده من دول هتضرب رقم 3 what is the enzyme responsible for breakdown of triacylglycerol into two fatty acid and monoacylglycerol في الاديبوس تيشو بي مين بقى في الاديبوس تيشو عسل
لو قلت في الكايلو مايكرون لايب بروتين لايبيز، يبقى اللايب بروتين لايبيز دي كسر التاك في الكايلو مايكرون، لكن الهرمون سنسيف لايبيز دي كسر التاك فين؟ في الاديبوز تيشو. طب نفس السؤال متكرر تاني اهو في 4. الكي انزيم اوف لايبوليسيس از مين بقى؟ حسن هرمون سنسيف لايبيز، صح كده. طب 5. A patient with history of recurrent appearance of excessive amount of fat in his stool. يعني سياتوريا and loss of weight. Most likely has a deficiency in A. Pancreatic lipase عشان عنده مشكلة في الدايجيشن. هو انتوا مش بتحلوا معانا يا بهوات انتوا الاثنين؟ احنا بنحل امتحانات والله مش بنلعب. مش كوتشينة دول. بص يا ماما في امتحانك يا ماما. رقم 6. باشا تسلم لي يا باشا والله. ماشي كنت هشتم بس بلاش عيب قدام الناس ما ينفعش. يلا تقول له يا بقى ازاي فاشل عيب برضه وليد برضه مش زيكم يا احمد ما ينفعش اقول لك بايظ يا فاشل. كنت اقول له انت مين يا بايظ يا فاشل يعني رجعت على اخر لحظه يعني مش عارف انا اتخلص من الكلمه دي ازاي. فاتي اسيد السؤال ده حلو قوي. فاتي اسيد وذ 14 كربون اتومز ويل اندرجو هاو ميني سايكلز اوف بيتا 7. ولو عندها 14 كربونه يدي كام ستايل؟ 7. 7 في كام سايكل؟ السؤال ده حلو قوي قوي. يبقى 6 سايكل. سنتين. طب بيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد اوكر فين بقى؟ في الماتريكس او الميتوكوندريا. يبقى 14 مش عارف 14 ازاي بس ما علينا. الاجابه بي. مين جابهم كلهم صح؟ انا. يا جماعه في ايه انتوا ليه بتغلطوا كده؟ انت عندك سهل من عند واحده غلط. غلطت في ايه؟ رقم كام؟ أول واحدة دي سهلة دي. طيب تعالى رقم 32. حلو ده برضه. على العين اللي جابها. 1C 2D 3C 4D 5 A 6 C 14 أول واحدة إيه صح؟ يلا رقم 32 ده أحسن واحد فيهم. بقول كارنيتين إيسايل كارنيتين ترانسلوكيز إز بريزنت إن إيه موجود فين الكارنيتين إيسايل كارنيتين ترانسلوكيز؟ إيه إيه إيرار ميتوكوندريال ميمبرين صح؟ طب نيت إي تي بي جنريشن أوف كومبليت اوكسيديشن اوف فاتي اسيد 120. طب ليه ما حطينا في سي؟ صح كومبليت 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 120 طبعا انا حسبناها مع بعض 120. بروبينايل كو اي فورمد باي اوكسيديشن اوف فاتي اسيد هافينج ان اود نمبر اوف كربون اتوم كونفرتد انتو. البروبينايل كو اي طالع من الاود تشين فاتي اسيد تحول مين؟ سي ميثايل مارونايل كو اي ميثايل مارونايل كو اي 4 اوكسيديشن الفا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد اوكر مين لي ان ليفر ليفر في عينك يا رايس برين اكتر حاجه بيحصل فيها الفا اوكسيديشن برين. طب بريف سم ديزيز ريزلت فروم ان افكت ان ذا فولوينج باث واي الفا اوكسيديشن صح صح دي نومو سينثيسيس اوف فاتي اسيد كاتالايزد باي مالتي انزيم كومبلكس نيمد المالتي انزيم كومبلكس اسمه ايه؟ فاس اللي هو فاتي اسيد سينثيسيس كومبلكس بي صح. السؤال ده غلطوا فيه وانا لو غلطت فيه هخنقكم زيهم. كولاي بيز از بايل صوت فيتامين بروتين فوسفوليبيد. ايه فوسفوليبيد. نفس الخطا الفظيع بتاع الصوت. بايل صوت في عينك. كولاي بيز بايل صوت بروتين طبعا. الكولاي بيز ده كان بروتين طالع من البنكرياس وبيساعد العمل بتاع البنكرياتيك لابيز. مين فيكم قال عليه بروتين؟ انا كدابين. والله طب مصدقك مصدقك مرات مصدقك ايه الكذب ده؟ طب 8 لازما بيكمز ميلكي ديو تو هاي ليفل اوف اتش ديل ولا هاي ليفل اوف ال دي ال ولا دورينج فاستنج ولا افتر ميل؟ دورينج فاستنج. امتى؟ افتر ميل طبعا افتر ميل لما ناكل. لو عايز اشيل افتر ميل دي ممكن اكتب due to high level of كايلومايكرون. ما الكايلومايكرون هي اللي بتخلي البلازما ملكي. حاجه ما خدناهاش خلاص تبقى غلط انت من غير ما تفكر من غير ما تعرف هي ايه.
ما خدناهش يبقى غلط. طب هتعمل ايه؟ طب 9 ميتوكوندريا الممبرين از فيربل تو اي او بي شورت تشين فاتي اسيد وميديا تشين فاتي اسيد. يعني ايه؟ يبقى نجاوب تاني كده لعدة الإجابات. 32 واحد قلنا ايه، 2 قلنا ايه، 3 قلنا سي، 4 قلنا بي، 5 ايه، 6 بي، 7 عم ناس تدرس، 8 قلنا دي، و9 نزل. يا جماعة مين معاه أجوبة الامتحان؟ يا أخي عيب عيب ما يصير. شو الزعيم؟ لا مش مسيل عن جد. MCQ كتب MCQ سجل عن جد. وصلت رفيق ببعض. سجل. لا لا في سؤال مقتنع فيه بصراحة. والله أنا ما مقتنع بالمادة كلها. تعالى نستكمل ما بدأناه سويا قبل الفاصل. اتكلمنا على البروتين ميتابوليزم واتفقنا الشابتر ده نصين. النص الاولاني اسمه جنرال بروتين ميتابوليزم والنص الثاني اسمه انديفيدوال امينو اسيد ميتابوليزم. بدانا بكلام اي كلام يعني بايولوجيكال فاليو اوف بروتين. قلنا الانيمال بروتين اوف هاي بايولوجيكال فاليو والبلانت بروتين بيبقى اوف لو بايولوجيكال فاليو. حكمه ربنا ان ممكن يبقى عندي خليط من بروتينات كل واحد يبقى لو بايولوجيكال فاليو لكن الخليط كله يبقى ايه، يبقى هاي بايولوجيكال فاليو. المفروض تاكل بروتين قد ايه كل يوم؟ 0.8 جرام لكل كيلو جرام. ممكن يزيد اكيد لو في تشايلد، لو في بريجنانسي، لو في لاكتيشن، او حاجه احفظها بقى convalescence from diseases. كمان يا حبي قلنا ان ممكن احرق البروتين وده بسميه يعني كالوريك فاليو في البروتين يدي 4.1 كالوري لكل جرام وده تقريبا زي الكربوهيدرات واقل من النص من الليبيد. واتفقنا ان البروتين بيبقى دايناميك استراكشر يعني دايما بيتكسر وممكن ابني غيره جديد. واتفقنا 1-2% من البادي بروتين يحصل لها ايه؟ كاتابوليزم. ولما تتكسر تدي ايه؟ امينو اسيد. ممكن النسبه دي تزيد لو في تيشو بيحصل له ري ارينجمنت زي الكراين تيشو او زي الماسل واحد الاستراكشر. الامينو اسيد الناتجه من الكاتابوليزم 75% منها يحصل له ري نيوتلايزيشن و 25% يحصل لها ديك ريديشن. انا باكل بروتين ليه؟ عشان اكونسيت الشويه اللي حصل لهم ديك ريديشن. هل البروتين يتخزن في جسم؟ لا ما بيتخزنش. كربوهيدرات يتخزن والفات يتخزن لكن البروتين ما بيتخزنش في جسم. طب سعاده الباشا اتكلمنا على عنوان سهل وبسيط اسمه نيتروجين بالانس. قلنا ذا كوانتيتيف ديفرنس بين النيتروجين انتيك والنيتروجين ايه اوتبوت. واتفقنا ثلاث حالات بوزيتيف نيتروجين بالانس. مين اكتر؟ الانتيك اكتر من الاوتبوت. يحصل امتى؟ يحصل لو في سيادتك الشايلد او بريجنانسي او ماسل تريننج او كونفاليسنس فروم ديزيز. طب نيجاتيف نيتروجين بالانس مين اكتر؟ الاوتبوت اكتر من الانتيك. يحصل امتى؟ لو في نقص في البروتين انتيك زي الستارفيشن او المال ابزوربشن او جي اي تي ديزيز او دايت ديفيشنت في الاسينشال امينو اسيد. او ممكن يكون في زياده في اللوس. يحصل امتى؟ لو في هيموريج، لو في البومينوريا، لو في بيرن، او ممكن لاكتيشن اون ان ان اديكول دايت. طيب ممكن كمان لو في كاتابوليك ديزيز الاشهر دايابيتس ميليتس التي بي الكانسر الهايبرثايرويديزم وكمان ايه كوشنج ديزيز. طيب لو واحد نورمال وادم هيبقى ان ستيت اوف نيتروجين اكوليبريم وقتها النيتروجين انتيك بالظبط ايكوال النيتروجين اوت. ومنها دخلنا على امراض مرتبطه بالدايجيشن وبالابزوربشن. مرضين حلوين قوي 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 قوي. الاول كان اسمه الرجي تو سيرتن فود بروتين. قلت كده مقدمه قلت ان في طريقه لامتصاص البروتين بتحصل في النيوبورن تسمى اندو سايتوزيس ودي بتقلاو النيوبورن انه ميك يوز للاميونوجلوبولين بريزنت فين في الكولوستروم اوف ميلك. وبقول ان ممكن واحد يبقى شحطه طويل عريض ولسه اخلاق الاطفال في عينيه يعني ممكن يابزورب باندو سايتوزيس. ليه؟ عنده ديفكت في الابيثيليوم والواحده مش كفايه لازم معاه كمان ايه ديفكت في الدايجيشن. فلما يهدر البروتين بيوصل الى شورت بيبتايد يعني اكليه بقه قلت ماشي سيبي ايده يا ماما
يا ماما فيه يا ماما يا ماما انا في حسن باي يا ماما يا انا عايز ساكن تأكل بقه بس ايه يا ماما حرام عليك طبطبني معاك بس يا حياتي انت عامل لي بيعرف رشيد ايه يا عز انا مش انا مش هنسى امسك نفسي بقى موضوع زاد قوي خلاص بقى احنا في عين بعدين دلوقتي والله ينفع اتكلم خليه يوقف انت يا خلاص استر علينا خلاص خليه يوقف والله استر علينا والله ما بتعمل معايا لا اقسم بالله انا هيجي لي سنه 100 وانا واقف والله والله سلامك يا جماعه والله من افضل من برا قاعه والله ما حط ولا بيقول ايه انا نسيت بقول تمسك كده والله ما اروح ويابزورب الاندوزايتوز ليه يقول لك في ديفكت في الابيثيليوم وممكن كمان سيادتك معاه ديفكت في الدايجيشن وقتها مش قادر اهضم البروتين تيل ذا مش عارف اوصله للامينو اسيد فبقى الدور في صورة ايه شورت بيبتايد ولونج بيبتايد بيدخلوا سيادتك البلد يبقوا ريكوجنايز باي بينج فوريت يطلع ضدهم ايه انتي بوديز يحصل الالرجي طب المرض الثاني اسمه سيلياك ديزيز او بسميه اسبرو او بسميه جلوتين ايه انتولرانس ده اميون رياكشن يعني اوتو اميون ديزيز يعني مشكلته سيادتك البروتين اللي اسمه جلوتين ده موجود في الويت وموجود في البارلي وموجود فين في الاوت اتفقنا الطبيعي ان الجلوتين ده يتكسر ويبقى لارج بيبتايد ريتش ان جلوتامين اكمل ابقى ايه امينو اسيد بقول هنا مش قادر اكمل وابقى امينو اسيد فاللارج بيبتايد ريتش ان جلوتامين ده سيادتك لوكالي توكسيك فبتعمل دايريه ده في مكانها في الانتستين ولو راحت الدم تبقى فورين مش بتاعك بتاع القمح فالاميون سيستم يطلع ضدها ايه انتي بوديز الانتي بوديز اللي طالعه دي تعمل ديستراكشن للابيثيليوم اوف ايه اوف ذا انتستين طب اعراضه ايه ممكن اعراض نتيجه ان في ديستراكشن للابيثيليوم بيبقى فيه ايه عنده بيبقى عنده دايريه بيبقى عنده سيادتك كمان بلوتين كمان بيبقى عنده ويكنس بيبقى عنده انيميا وعشان في مال ابزوربشن ممكن يبقى عنده ديلي جروث وديفلوبمنت طب علاجه ايه ده شيل ده من ده يرتاح ده عنده يعني اعالجه عن طريق جلوتين فري دايت يرجع تاني طبيعي حتى لو حصل مشاكل في الابيثيليوم يا جماعه وتعالج يرجع طبيعي والابيثيليوم يتجدد والدنيا تبقى كويسه وزي الفل تعالى بقى نتكلم مع بعض كده ونقول عنوان فيت اوف ابزورب امينو اسيد ايه مصير الامينو اسيد الامينو اسيد انا عملت له ابزوربشن وصل الدم يقول السيادتك الامينو اسيد اللي ابزورب مع اللي سينثيسايز انسايد ذا بودي سينثيسايز هو انا ينفع اصنع امينو اسيد بجسمي؟ لا في عينك طبعا يتصنع النون اسينشال النون اسينشال يبقى الامينو اسيد اللي ابزورب مع اللي سينثيسايز كمان مع اللي ريزالتنج فروم البروتين كاتابوليزم مش انا بكسر بروتين كل يوم واطلع امينو اسيد يبقى ال ابزورب مع اللي سينثيسايز مع اللي ريزالتنج من البروتين كاتابوليز يتجمعوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها امينو اسيد بول كلمه بول تجمع او بركه كده الامينو اسيد بول دي مصيرها ايه قال لك في الشابتر ده كل ما اقول لك المصير كل ما اقول لك الفيت تقول لي انابوليك وتقول لي كاتابوليك يا اما انابوليك يا اما ايه كاتابوليك تعال نشوف مع بعض انابوليك صنع اي حاجه محتاجها في جسمك اصنع سعاده الباشا التيشو بروتين اصنع الملك بروتين اصنع الانزيمز مش الانزيمز معظمها بروتين نيتشر طب جبت منين الامينو اسيد اللازمه لتصنيع هذا الانزيم من الامينو اسيد بول اصنع هرمونز لان كتير من الهرمونز عباره عن ايه عن بروتين او اصنع حاجه اسمها نياسين اصنع حاجه اسمها ثايروكسين ده هرمون اصنع بيورين وبايريميدين اصنع جلوتاثيون يعني اي حاجه عايز اصنعها اصنعها سيادتك منين من الامينو اسيد بول
يبقى انا عملت ابزوربشن لامينو اسيد، الامينو اسيد اللي ابزورب واللي سينثيسايز في جسمي واللي كمان ناتجه من البروتين كتابوليزم، كل ده يتجمع في الدم يعمل حاجه اسمها امينو اسيد ايه بول. الامينو اسيد بول يا اما اصنع بيها ده اسمه انابوليك، يا اما اكسرها ده اسمه ايه كتابوليك. انابوليك اتفقنا اي حاجه عايز تصنعها، تيشو بروتين، ملك بروتين، ممكن انزيمات، ممكن هرمونات، بيورين، بايريميدين، نياسين، لوتاتايون، سيروكسين، كل حاجه. وده بصراحه يعني مش يعني اهتمامي، انا اهتمامي بقى كاتابوليك فين، هكسرها. عايز اكسر الامينو اسيد، اكسر ازاي؟ بص معايا، يقول لك دايما ايه، لو انت ليك عدو لازم تدرسه كويس قوي وتعرف نقاط القوه اللي في عدوك وتحاول تجرده منها. فهو لو انت عرفت القوه بتاعته فين وشلت منه نقطه القوه دي خلاص بقى تتغلب عليه بسهوله يعني. فنفس الكلام لو عايز اكسر شيء اشوف ايه المميز اللي فيه واشيل الشيء ده، يبقى خلاص انا جربته من الحاجه المميزه ليه، يبقى خلاص هيتكسر. هو لو سالت ايه الحاجه المميزه في اي امينو اسيد، امينو اسيد طبعا، يبقى الحاجه المميزه لاي امينو اسيد هو مين؟ الامينو جروب. فلو شلت منه الامينو جروب خلاص سهل يتكسر بكل سهوله. طب تعالى نشوف مع بعض، ادي الامينو اسيد واعمل له ريموفال للامينو جروب، هشيل منه الامينو جروب. لو شلت الامينو جروب هتخرج في صوره ايه؟ امونيا، هتخرج في صوره امونيا. ولو شلت الامينو جروب دي بروسيس تسمى دي امينيشن، دي عمليه اسمها يا جماعه دي امينيشن. يبقى انا شلت الامينو جروب في صوره امونيا وده اسمه دي امينيشن، فيتحول الامينو اسيد الى مركب يسمى الفا كيتو اسيد. يتحول الامينو اسيد لحاجه اسمها ايه؟ الفا كيتو اسيد. ممكن الالفا كيتو اسيد ده يبقى ليه اسم تاني اسميه ذا كاربون سكيلتون اوف ذا امينو اسيد، ذا كاربون سكيلتون اوف ذا امينو اسيد. فكان الامينو اسيد كربونات وامينو جروب، شلت الامينو جروب متبقي مين؟ الكربونات. يعني كربونات الامينو اسيد اسمها ايه؟ اسمها الفا كيتو اسيد. انت عملت ايه؟ شلت الامينو جروب ده اسمه دي امينيشن، فتحول الامينو اسيد لمين؟ لالفا كيتو اسيد. طب ممكن اعمل العكس؟ يعني ممكن الالفا كيتو اسيد ده ارجعه مره تانية لامينو اسيد؟ ده ازاي؟ قال لك باضافه امينو جروب، هضيف ايه؟ امينو جروب، وهضيف امينو جروب دي اسمها امينيشن. اسمها ايه؟ امينيشن. فلما اعمل امينيشن الالفا كيتو اسيد مره اخرى يرجع يبقى ايه؟ يبقى امينو اسيد. يعني اللي بيفهمها هو يا طير، قول للدكتور الخلاصه يعني الزيتونه، يعني الفرق ما بين الامينو اسيد والكيتو اسيد فقط ايه؟ امينو جروب. لو الامينو اسيد ده شلت منه امينو جروب يتحول لمين؟ للالفا كيتو اسيد. ولو الالفا كيتو اسيد ده اضفت له امينو جروب يرجع ويبقى. الكلمتين دول لو انت عرفتهم صح نص الشطر دخلت، كلمتين في منتهى البساطه لو عرفتهم فعلا نص الشابتر خلص. الفرق ما بين الامينو اسيد والالفا كيتو اسيد فقط امينو جروب. لو الامينو اسيد شلت منه الامينو جروب ده اسمه دي امينيشن، يتحول الامينو اسيد لمين؟ لالفا كيتو اسيد. ولو الالفا كيتو اسيد اضفت له امينو جروب ده اسمه امينيشن، فالالفا كيتو اسيد يرجع ويبقى ايه؟ امينو اسيد. الفرق بكرر ما بين الامينو اسيد والالفا كيتو اسيد جاست ايه؟ امينو اسيد. حلو الكلام. طب انت بتكسر، انت بتكسر، قول لي مصير كل حاجه ايه؟ انا لو عندي امينو اسيد وهكسره الامينو جروب هتطلع ان ذا فورم اوف ايه؟ اوف امونيا. والكربونات هتبقى في صوره ايه؟ الفا كيتو اسيد. ده مصيره ايه وده مصيره ايه؟ تعالى نشوف مع بعض. يقول لك الامونيا از فيري توكسيك especially for the brain. خدنا فين ان الامونيا توكسيك؟ في مرض خدناه كده الامونيا بتزيد فيه sudden infant death. ده مرض اسمه ايه؟ كان في الديس اوردر وفي البيتا اوكسيديشن لما كان الجلوكوز بيبقى قليل
ومش عارف يأكس الدهون، فكان بيأكس البروتين بيطلع ايه؟ أمونيا. قلت لك الأمونيا توكسيك للبرين، والبيبي نايم تدخل الأمونيا على البرين وتدمره ويموت. كان اسمها حتى صادن انفنت ديث سندروم. فالأمونيا دي مركب توكسيك جدا 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 especially for the brain. فعشان كده أول ما الأمونيا بتتكون بسرعة بتجري على الليفر. تروح فين؟ على الليفر عن طريق سايكل تسمى يوريا سايكل. سايكل اسمها يوريا. اروح محول الامونيا الى مين؟ يوريا. واسمها يوريا. يوريا تنزل فين؟ يبقى اليوريا سايكل دي حولت المركب السام التوكسيك اللي اسمه امونيا لمركب نان توكسيك اسمه يوريا. نزل فين؟ في اليوريا. في ناس من اللي بيعرضوا الطب يعني اللي بياخدوا اللغه العربيه يبقى عندهم دماغ فبيفكروا، وفي ناس كده تحس انهم حافظه بياخدوها الموضوع زي ما هو كده. فالراجل شاف ان اليوريا بتنزل في اليورين واليورين اسمه بول، فسمى اليوريا باولينا. يعني ده حافظ مش فاهم يعني ما هو بول يبقى باولينا، يوريا يبقى يورين. فاليوريا دي هي بالعربي اسمها باولينا، وهي الاوتبوت اوف البروتين من جسمي. يعني النيتروجين اوتبوت ده مين؟ ده اليوريا. يعني الاند برودكت اوف تكسير اي بروتين في جسمي هو مين؟ يوريا. ودي اللي بتنزل في اليورين. فلما كنت بقول لك نيتروجين انتيك واوتبوت، الانتيك ده اللي بتاكله، الاوتبوت ده هي اليوريا اللي بتنزل في اليورين. ده يمثل ايه؟ كام؟ تقريبا 95% من الامونيا اللي بتطلع. 5% نسبه ضئيله جدا بتنزل في اليورين از ساتش. عارف كلمه از ساتش يعني زي ما هي؟ يعني بتنزل كامونيا في اليورين، بس دي نسبه ضئيله جدا 5%. لكن النسبه العظمى 95% بتتحول الى يوريا في الليفر عن طريق يوريا سايكل. يبقى ده الكاتابوليزم اوف الامونيا. 95% في الليفر يوريا سايكل، بقت يوريا تنزل فين؟ يوريا. و5% زي ما هي كده as such as it is زي ما هي كده تروح نازله فين؟ في اليورين as امونيا. طب الالفا كيتو اسيد، لا دي قديمه بقى واحنا عارفينها كويس قوي. الالفا كيتو اسيد ده ممكن احوله الى جلوكوز سبستريت، اروح مسمي الامينو اسيد اللي جه منه جلوكوجينيك. ممكن احوله الى كيتون بادي، واحنا عرفنا خلاص يعني كيتون بادي خلاص. اروح مسمي الامينو اسيد اللي جه منه كيتوجينيك، او ممكن يدي الجود يدي الاثنين فاسميه ايه؟ ميكس. فالالفا كيتو اسيد احوله جلوكوز، احوله لكيتون بادي، او احوله للاثنين. تفتكر يا بايزا فاشل مين هم الكيتوجينيك امينو اسيد؟ ليوسين ولايسين. طب فاكر مين ميكس؟ كان ثلاثة اروماتيك ميثايل ارانين تريبتوفان وواحد عشان خاطر اسمه ايه؟ ايزوليوسين. يبقى انا حافظ ستة، الكلام ده ما ينفعش تنساه خالص. حافظ ستة، اتنين كيتو ليوسين لايسين، أربعة ميكس فينايل ألانين تيروزين تريبتوفان وايزوليوسين. اي واحد بخلاف الستة دول اوتوماتيك هيبقى ايه؟ هيبقى جلوكوجينيك. يبقى الكلام ده اسمه كاتابوليزم اوف الامينو اسيد. انا الامينو اسيد اللي امتصتها مع اللي صنعتها مع اللي جايه من تكسير بروتين جسمي اتجمعوا عملوا امينو اسيد بول. صنعت بيهم اي حاجه سيادتك في جسمي، ده اسمه انابوليك فيت. الاهم واللي هنعيش معاه فعلا هو كسرتهم. كسرتهم ازاي؟ جبت الامينو اسيد الزايد عن احتياجي، بصيت ايه المميز ليه، لقيت المميز يا وجدان هو امينو جروب، رحت شلت الامينو جروب في صوره امونيا اللي اسمه دي امينيشن، ولقيت الامينو اسيد اتحول لحاجه اسمها ايه؟ الفا كيتو اسيد. اعرف مصير الامونيا ومصير الالفا كيتو اسيد. الامونيا توكسيك تتحول في الليفر الى يوريا، تنزل يوريا، وبسيط قوي منها ينزل از امونيا في اليوريا. الكيتو اسيد ده يا اما يدي جلوكوز يبقى اسمه جلوكو جينيك، يدي كيتون يبقى اسمه كيتو، او يدي الاثنين اسمه ايه؟ اسمه ميكس. في الواقع انا ما اقدرش ادسكاس معاك انابوليك فيت. هدسكاس ايه؟ ده الطب كله، تصنيع كل الانزيمات وتصنيع كله، ده الطب كله. فانا اللي هعمله ديسكشن في الجزء ده هو الكاتابوليك فيت، يعني هنناقش مع بعض بالتفصيل مين الكاتابوليك فيت. ولو قلت لك الفيرست ستيب الخطوه الاولى في الكاتابوليزم وفي اي امينو اسيد هو اول خطوه في الكاتابوليزم هي ايه؟ دي امينيشن. الخطوه الاولى في تكسير اي امينو اسيد ان اشيل الامينو جروب، وان اشيل الامينو جروب ده اسمه ايه؟ دي
كومبيتيشن. فمع بعض كده واحد من اهم مواضيع الشابتر ده على الاطلاق تعالى ندسكس ديامينيشن اوف الامينو اسيد. ليه هنناقش مع بعض الديامينيشن؟ هي اول خطوه في تكسير اي امينو اسيد. اول خطوه عشان اكسر اي امينو اسيد هشيل منه الامينو جروب، يعني هعمل ديامينيشن. يلا بينا. صدقني الموضوع اللي كده لو فهمته الشابتر ده هتلعب فيه الكوره. يلا بينا. يلا يا حب. دي امينيشن. بنعمل عشان بدايه الناجي. يا الله اوف الامينات. ولا في طريقتين بعمل بيهم دي امينيشن. ركز معايا يا لالا. اول طريقه بنسميها جنرال ميثود اوف دي امينيشن. جنرال ميثود. والطريقه الثانيه اسمها سبيسيفيك ميثود اوف دي امينيشن. يبقى في جنرال ميثود اوف دي امينيشن وفي سبيسيفيك ميثود اوف دي امينيشن. يعني ايه كلمه جنرال؟ كلمه جنرال يعني ابلاي لاول اور موست اوف ذا امينو اسيد. طريقه تنفع لمعظم الامينو اسيد يبقى سميتها ايه؟ جنرال ميثود اوف دي امينيشن. لكن كلمه سبيسيفيك ميثود يعني طريقه ابلاي لوان سبيسيفيك امينو اسيد، وان سبيسيفيك اور فيو بات ريليتد امينو اسيد. يعني اما لامينو اسيد واحد او كذا امينو اسيد بس ريليتد ليهم علاقه ببعض. بمعنى طريقه تشتغل على الهيدروكسي امينو اسيد سيرين وثريونين. طريقه تشتغل سيادتك على الاس اتش كونتين سيستين هوموسيستين. يعني كذا امينو اسيد بس ليهم علاقه ببعض. يبقى عرفت كلمه جنرال يعني ايه وكلمه سبيسيفيك يعني ايه. جنرال طريقه ابلايد لمعظم الامينو اسيد. سبيسيفيك طريقه ابلايد لوان سبيسيفيك او فيو بس ايه بس ريليتد امينو اسيد. هبدا بالنوع الاول اللي اسمه جنرال ميثود. ركز بقى الكلام في منتهى الاهميه يا جماعه. عندي ثلاث طرق اسمهم جنرال ميثودز اوف دي امينيشن. الاولى تسمى ترانس امينيشن غايه في الاهميه، والثانيه ملهاش حل تسمى اوكسيديتيف دي امينيشن، والثالثه من ده على ده نص من هنا ونص من هنا فسميتها ترانس دي امينيشن. يبقى ثلاث طرق ترانس امينيشن واوكسيديتيف دي امينيشن، والثالثه اسمها ايه؟ ترانس دي امينيشن. اصحى معايا وركز بكل ما اوتيت من قوه. هبدا بالاولى اللي اسمها ترانس امينيشن غايه في الاهميه، وعايز اعرفها. لو هعرفها وعندك كلمه اولها ترانس ابدا اقول ترانسفير. فهي ترانسفير اوف امينو جروب يوجوالي فروم الفا امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد ويز فورميشن اوف نيو الفا امينو اند نيو الفا كيتو. ايه التعريف المجعب ده؟ ايه قميص نفيس تنقش في لعبه نشفش ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ واحده واحده. بقول سيادتك انا عندي امينو اسيد اهو بسميه الفا امينو اسيد وفي امينو جروب اهو، هفعله سيادتك مع الفا كيتو اسيد اهو يفتقد الامينو جروب، ورحت ناقل الامينو جروب من الامينو اسيد الى مين؟ الى الكيتو اسيد. هو اللي كان كيتو وجاله امينو جروب يصير ايه؟ يصير نيو الفا امينو اسيد. طب اللي كان امينو وفقد الامينو جروب يصير ايه؟ نيو الفا كيتو اسيد. بمعنى 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 سيادتك معاك 200 جنيه غني وانا مش معايا ولا مليم مفلس، رحت ضحكت عليك وخدت منك ال 200 جنيه بقيت انا يا رب وانت مفلس. فانا عندي امينو اسيد غني يحتوي على امينو جروب، وكيتو اسيد مفلس ما عندهوش امينو جروب.
راح تنقل الامينو جروب من الامينو اسيد للكيتو اسيد. اللي كان كيتو اصبح امينو، واللي كان امينو اصبح كيتو. والمعايا تاني يلا ديفينيشن ترانسفير اوف ايه امينو جروب يوجوالي فروم الفا امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد وذ نيو الفا امينو ونيو الفا كيتو. اللي بيفهم يقول لي دكتور يعني ايه لازمه كلمه يوجوالي دي؟ على فكره ممكن ما اقولهاش، عندك حاجه ممكن ما تقولهاش يعني، لكن احنا يعني معظم الترانسامينيشن بيحصل للامينو جروب اللي شابكه في الالفا كربون. دايما الامينو جروب اللي ايه اللي في الالفا كربون دايما كده، بس في اكسبشنز وهناخدها في المنهج الاكسبشنز دي. فلما اشوف طالب بيجاوب في الامتحان ويكتب كلمه يوجوالي ده بيديني انطباع ان هو طالب فاهم، طالب عارف المنهج بالاكسبشنز. فلو انت ما كتبتهاش مش فارقه كتير يعني، بس لو كتبتها سيادتك ايه اديت انطباع الطالب ده ايه شاطر وعارف ان في اكسبشن. لا سمعنا السؤال كده مره كمان، يعني ايه ترانسامينيشن؟ قول معايا ترانسفير اوف امينو جروب يوجوالي فروم الفا امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد ويز فورميشن اوف نيو الفا امينو ونيو الفا كيتو. الانزيم اللي بيعمل ترانس امينيشن بسميه ترانس امينيز. منطقي صح؟ منطق. اللي بيعمل ترانس امينيشن اسميه ترانس امينيز او امينو ترانسفيريز. مش اللي بينقل كيميكال جروب من كومباوند لانذر كومباوند يبقى اسمه ترانسفيريز، هو بينقل امينو جروب من كومباوند لانذر كومباوند فاسميه امينو ترانسفيريز. زي اللي بينقل ميثايل، اللي بينقل ميثايل اسميه ترانس ميثايلينز او ميثايل ترانسفيريز هي هي. فاللي بينقل امينو اسميه ترانس امينيز او بسميه امينو ترانسفيريز. ويقول لك الترانس امينيزز دي موجوده سيتوزول اند ميتوكوندريا. سيتوزول اند ميتوكوندريا. اصحى يا فاشله، في ترانس امينيشن وفي امينو اسيد بيروح في داهيه. اسمي اسمك ايه؟ عنان. يا عنان دي يا عنان انت شاطره تنور الكره هتيجي في الاخر والتاني يا عنان. بص عليك بص عليك وانت سابقك يا مرجو عيب عليك. بص عليك صاحبتك برضو يا شيخ. انا مين كده فوايه ولا حاجه؟ اسحي بقى. فبقول يس دي نفس البايروبايت لما كنا نحوله لاناين في لسه بقى ما تحرقش الفيلم. انت هتحرق الفيلم كده بس عليك ايه؟ فبقول الانزيم اللي بيعمل ترانس امينيشن بسميه ترانس امينيز او امينو ترانسفيريز. موجودين فين؟ سيتوزول وميتوكوندريا. بول سيتوزول وميتوكوندريا اوف موست تيشوز سبيشالي الليفر. الليفر هو الملك المتوج على عرش الميتابوليزم. اي حاجه في الكربوهيدرات الزق ليفر، الليبيد الزق ليفر. هنا كمان اهو من اول الشابتر اهو من اول الشابتر بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليفر موجود سيتوزول وميتوكوندريا اوف موست تيشوز سبيشال ايه الليفر. يقول لك اي ترانس امينيشن رياكشن بيبقى ري 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 ريفرسبل. يعني امشي من فوق لتحت او امشي من تحت لفوق. وريكواير كوينزايم يسمى بي ال بي. هو خدنا فين يا مريم البي ال بي ده؟ في المصل ايه؟ مصل ايه؟ نهار اسود. الله عليك اسمك ايه؟ عنود. الله عليك يا عنود. منين يا عنود؟ هيا الله شعب اليمن ده بسم الله ما شاء الله عليه. والله عظيم اليمن الثاني مبتسم. اخلص من ريم تطلع لي هبه، اخلص من هبه تطلع علي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما... ايه الجمال ده؟ والله مبسوط بيك والله العظيم. والله حاجه تفتح النفس ومصر حاجه تسد النفس. اه والله العظيم. ايه لا بجد بسم الله ما شاء الله عليهم. والله بجد بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظهم شاطرين جدا يعني. فالمصل جلايكوجين فوسفوليت فاكره؟ المصل جلايكوجين فوسفوليت كان عنده 2 مولكيولز وبي ال بي في الاكتيف سايت ده. حتى يا مايز يا بتاع مصر اهو البي ال بي كان فيتامين بي كام؟ بيدوب عينك بي كام؟ اليمن بتقول 6 اهو. اللي تقوله اليمن صح على طول. بي 6 الاكتيف فورم وفيتامين بي 6 اتفق معاكم. الدفاع
اتفق معاك واتفاق. انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم في شابتر الروتين لسه بنبدا اهو. بص يا حب، اي رياكشن اقول لك عايز كوين زاين اسمه ايه؟ ما تفكرش. انا بقول لك ما تفكرش، قول بيه اللي بيه. هناك علاقه وثيقه ما بين شابتر البروتين والبي ال بي. انا بقول لك ما تفكرش، انا ما تفكرش. عايز كوين زاين اسمه ايه؟ ما تفكرش، قول بي ال بي. هتلاقيني بفقعك وراه سؤال، هو ده فيتامين بي كام؟ تقول لي بي 6. ما تفكرش. هناك علاقه وثيقه ما بين هذا الشابتر وبين البي ال بي من اول البروسيس في الشابتر بي ال بي. يبقى الترانس اريشن بتبقى ريفيرسبل، رايحه جايه، وبتريكواير مين؟ بتريكواير كوينزايم اسمه بي ال بي. اكتو فورمو فيتامين بكام يا واد؟ بي 6. ايوه كده. ويقول لك ايتش ترانس امينيز، ايتش ترانس امينيز از سبيسيفيك اونلي فور وان امينو اسيد اند اتس كورسبوندينج الفا كيتو اسيد. كل انزيم مختص في امينو اسيد واحد والكيتو اسيد ايه المقابل ليه. لو شغاله على الانين اشتغل على الانين او الكيتو اسيد بتاعه اللي اسمه بايروفيت، ده او ده متخصص في امينو اسيد واحد والكيتو اسيد المقابل ليه. الجمله اللي جايه فظيعه عشان هي مريعه. اول امينو اسيد كان ترانس امينيت اكسبت اربعه. كل الامينو اسيد كان ترانس امينيت ما عدا مين؟ اربعه. وانا متفق معاك يا بايظ، طالما في اكسبت يبقى ايه؟ ده ام سي كيو نار وشرار، ده ام سي كيو لازم يجي في الامتحان. في اربعه بس ما لهمش ترانس امينيت، البرولين والهيدروكسي برولين واللايسين والثريونين. مين يقول لي برولين وهيدروكسي برولين ليه ما لهمش ترانس امينيز؟ امينو اسيد دول امينو. كيف يعطي من لا يملك من لا يستحق؟ كيف يعطي من لا يملك من لا يستحق؟ كيف يعطي من لا يملك من لا يستحق؟ البرولين والهيدروكسبرولين لا تملك امينو جروب، فكيف تعطي الامينو جروب لمن لا يستحق؟ كيف يعطي من لا يملك من لا يستحق؟ البرولين والهيدروكسبرولين من الاساس ما عندهمش امينو جروب، من الاساس امينو اسيد. يبقى ازاي هنقل منهم امينو جروب؟ يبقى دول عشان امينو. طب مين شاطر بقى ويبقى جينيوس ونشوف اليمن وهي بتتالق معاه؟ ليه اللايسين والثريونين مالهمش ترانس امينيز؟ لانهم فين اليمن؟ ليه اللايسين والثريونين مالهمش ترانس امينيز؟ رب العالمين. لا nobody knows. انا قلت اديكم فرصتكم ممكن تعرفوا انتوا، يعني عادي يعني مشكله يعني. هو فعلا nobody knows لغايه دلوقتي، محدش عارف ليه اللايسين والثريونين ما لهمش ترانس. وانا قلت اديكم فرصتكم ممكن ربنا يكرمكم، يعني ما عارفين كل حاجه. ايه؟ ليش اللي وجاي مش شغال اهو؟ في اتنين بس مش شغالين. اه عم ابراهيم، طب والنبي نادي اي حد من بره يشغلهم بقى المكافاه. طيب يبقى اربعه ما لهمش ترانس امريزز، برولين وهيدروكس برولين ولايسين ومين؟ وثريونين. وبقول ذا كومنست امينو جروب دونر از جلوتاميد، وذا كومنست امينو جروب اكسبتور هو الالفا كيتو جلوتامين. يعني اشهر امينو اسيد اخد منه الامينو جروب هو مين؟ جلوتامين. واشهر كيتو اسيد يستقبل الامينو جروب هو مين؟ الفا كيتو جلوتامين. واشهر اثنين ترانس امينيزز في الدنيا في الدنيا في الدنيا، واحد يسمى ALT والثاني يسمى AST، الانين ترانس امينيز والتاني اسمه اسبارتين ترانس امينيز. تعال نشوف الاي ال تي ده، بجيب امينو اسيد اسمه الانين. ده امينو اسيد يا علياء ولا مش امينو اسيد؟ تنكر ان هو امينو اسيد؟ في امينو جروب ولا ما فيهوش؟ تنكر ان في امينو جروب؟ لا، هو امينو اسيد ويحتوي على امينو جروب. هفعله مع اشهر كيتو اسيد. مين هو اشهر كيتو اسيد؟ الفا كيتو.
وروح ناقل الامين جروب من الانين الى الفا كي جي. الالفا كي جي لما ياخد الامين جروب يتحول الى لوتامين. والالانين لما يفقد الامين جروب يتحول لمين؟ لفايروفيت. عملت ايه؟ عملت ترانسفير للامين جروب من امينو اسيد لكيتو اسيد اهو، with formation of new amino acid اسمه جلوتامين ونيو كيتو اسيد اسمه ايه؟ اسمه بايروفيت. ريفرسبل ولا ايه ريفرسبل؟ ريفرسبل. يعني ممكن امشي بالعكس، ممكن اجيب جلوتامين وبايروفيت واعمل الفا كي جي والانين. ممكن امشي بالعكس. وعايز كوينزايم اسمه بي ال بي، اكتو فورم اوف فيتامين ايه؟ بي 6. والانزيم اسمه اي ال تي، الانين ترانس امينيز. وليه اسم قديم؟ اسمه القديم اسجبت. اسجبت سيرم جلوتاميت بايروفيت ترانسامينيز. سيرم يعني في الدم، جلوتاميت بايروفيت ترانسامينيز، لكنه اسم خاطئ، قديم لكنه خاطئ. ليه بقى؟ بص الاسم ليه بيقول لك سيرم جلوتاميت بايروفيت ترانسامينيز. الاسم يوحي عشان البيروفيت تبقى الانين لازم تتفاعل مع مين؟ مع الجلوتامين. ده مش صح. ممكن اي امينو اسيد. الاشهر هو جلوتامين، بس ممكن اي امينو اسيد. فالاسم ده يعني خاطئ، فبدلوه كلمه ايه؟ ال دي. لكن لسه لغايه دلوقتي في العيادات وفي المستشفيات يقول لك سجبت عادي لغايه دلوقتي، بس نعرف هو موجود لكنه ايه؟ غير صحيح. الصحيح الانين ترانسامينيز. ليه غير صحيح؟ لما اقول لك جلوتامين بايروفيت ترانسامينيز ده معناه لازم البايروفيت رياكت مع الجلوتامين، ده مش صح. ممكن اشيل الجلوتامين واحط مكانه اي امينو اسيد والتفاعل يتم ويبقى صحيح. طب تعالى نشوف الانزيم التاني اسمه اي اس تي، يعني اسبارتيت ترانسامينيز. هجيب يا واد يا مصطفى امينو اسيد اسمه اسبارتيت. امينو اسيد ولا مش امينو اسيد؟ تنكر انه امينو اسيد وفي امينو جروب كمان. اروح مفعله مع اشهر كيتو اسيد. مين يقول لي مين اشهر كيتو اسيد؟ الفا كي جي. الفا كي جي. اروح ناقل امينو جروب من الاسبارتيت للالفا كي جي. الالفا كي جي هي ما يبقى اسمه جلوتاميت، والاسبارتيت يتحول لكيتو اسيد خدناه انت عارفه يسمى اوكزالو اسيتيت. ريفرسبل ولا ايرفرسبل؟ ريفرسبل. يعني ممكن امشي بالعكس، اجيب جلوتامين واوكزالو اسيتيت واطلع فوق اعمل اسبارتيت والفا كي جي. وعايز كوينزيم اسمه ايه؟ اكتو فورم اوف فيتامين بي 6. ايه اللي حصل؟ نقلت يا بايظ امينو جروب من اسبارتيت لالفا كي جي. الفا كي جي اصبح امينو اسيد اهو يسمى جلوتامين، والاسبارتيت اصبح كيتو اسيد يسمى اوكزالو اسيتيت. والانزيم اسمه اي اس سي، او الاسم القديم بتاعه اسجوت. اسجوت. ايه اسجوت ده؟ سيرم جلوتامين اوكزالو اسيتيت ترانسامينيز، الا انه ايضا خاطئ. ليه خاطئ؟ الاسم يوحي عشان اوكزالو اسيتيت تبقى اسبارتيت لازم ترياكت مع مين؟ وده مش صح. اي امينو اسيد. لكن لسه لغايه دلوقتي في المعامل وفي العادات بنقول اسجوت واسجبت لغايه دلوقتي، لكن الاصح طبعا اي ال تي واس تي. اسمع معايا، انا بتكلم على الكاتابوليزم وفي الامينو اسيد، وبتكلم على الفيرست ستيب ان الكاتابوليزم. والفيرست ستيب ان الكاتابوليزم هي دي امينيشن. وعندي سيادتك طريقتين، في جنرال ميثود وفي سبيسيفيك ميثود. انا بتكلم على الجنرال ميثود كام طريقه؟ ثلاثه. اسمع، ترانس امينيشن واوكسيديتيف دي امينيشن وترانس دي امينيشن. الترانس امينيشن باي ديفينيشن اسمع ترانسفير اوف امينو جروب يوزوالي فروم الفا امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد وذ فورميشن اوف نيو الفا امينو ونيو الفا كيتو. بتحصل بانزيم اسمع يسمى ترانس امينيز او امينو ترانسفيريز. سيتوزول ولا ميتوكوندريا؟ الاثنين. سيتوزول وميتوكوندريا اسبيشالي الليفر. وريفرسبل ولا ايريفرسبل؟ ومحتاجه كوينزايم اسمه ايه؟ اول امينو اسيد كان ترانس امينيز اكسبت اربعه، برولين وهيدروكسي برولين ولايسين وفلولين. ذا
The commonest amino group donor is glutamine. The commonest amino group acceptor is alpha ketoglutarate. We each transaminase is specific for one amino acid with its corresponding alpha keto acid. For one amino acid and its corresponding alpha keto acid. وأشهر اثنين ترانسامينيزز هما ALT وكمان AST. ال ALT أجيب ألانين وألفا جيجي أعمل بيروفين وجلوتامين. والإنزيم متخصص يا في الألانين يا في البيروفين. يعني ممكن يشتغل من تحت بيروفين وجلوتامين ويطلع يبقى ألانين وألفا جيجي. ريفرسبل ومحتاجة بين الاثنين. ال AST هجيب أسبارتين وألفا جيجي يبقى عندي أوكسالوأستين وجلوتامين. والإنزيم يشتغل على الأسبرتين يما يشتغل على الأوكسالو أسيد متخصص في الأمينو أسيد والكيتو أسيد المقابل. أسامي قديمة الـ ALT اسمه القديم is good والـ AST اسمه القديم is good. حلو الكلام. تعالى العنوان اسمه significance of transaminases. ما هي أهمية transaminases؟ ايه اهميه الـ ALT والـ AST؟ قالك لو في هيباتايتس. يعني ايه هيباتايتس؟ يبقى جالها التهاب يبقى هيباتايتس. ده بيزود الـ ALT وكمان بيزود الـ AST. وبرده لو في سيادتك ليفر توكسين، توكسين الليفر يزيد ALT ويزيد AST. لكن لو في مايوكارديال انفاركشن جلطه في القلب او مصل ديزيز مشكله في العضله تزود بس الاي اس تي. عايزين نعرف ايه القصه دي. لو عايز تفهم طب يعني مواد جامد كل الانزيمات مكانها الطبيعي التشوز. يعني الطبيعي ما لاقيش انزيمات موجوده في الدم الا بنسبه ضئيله قوي. الانزيمات الوحيده اللي موجوده في الدم ومكانها الدم هي انزيمات التجلط، هي انزيمات الكواجوليشن. لكن الانزيم مكانه الصح فين؟ في الخلية. طب ايه اللي يخلي الانزيم يسيب الخلية ويروح للدم؟ الخلية في تيشو دمج، في تيشو ايه؟ بيتكسر. فلو انا عارف ان الاي ال تي والاي اس تي دول موجودين في الليفر وفي الدم موجودين بنسبة ضئيلة جدا، ده 20 ل 40 يونت حاجة لا تذكر، وقس الـ ALT والـ AST في الدم لقيتهم بدل 20 ل 40 دول لقيتهم 400. افهم انا ايه قدامي؟ افهم ان في اكتف دامج في الليفر. يعني خلايا الليفر ايه؟ بتتكسر، ولما الخليه بتتكسر الكونتنت بتروح فين؟ في الدم. فاكر لما كان في الديس اوردر بتاع البيتا اوكسيديشن مايوجلوبينيميا ومايوجلوبينوريا، قلت لك مفيش اي تي بي فالمصل فرقع. لما اتفرقع اللي جواه راح فين؟ الدم. ما اوتوماتيك كده فرقعت رحت فين؟ رحت الدم. فخليكي معايا يا ماما، يا ماما اصحى الله يحرقك، اغسلي وشك وتعالي. فساعدت الباشا. الاي ال تي والاي اس تي مكانهم الليفر. ايه اللي يخلي الاي ال تي والاي اس تي يسيبوا الليفر ويروح الدم؟ في ليفر ديزيز، في هيباتيتس. فهمت ازاي؟ من كام سنه ورا كده قبل ادخل الكليه، عارف وان داخل من باب اسنان في حته كده متحوطه بخشب ابيض كده لاسنان على قدهم كده بيلعبوا فيها وبتاع. المنطقه دي زمان كانت كافيتيريا منيله ب 60 نيله، كان اسمها سندس. عمري ما انسى الكافيتيريا دي ابدا. الكافيتيريا دي يعني كانت سبب وباء في كل الاصل. كان كل كده يعني يوم كده ولا اسبوع الاقي 20 من الكورس مش موجودين، 20 بالعدد 20 طالب مش موجودين. اسال اصحابي راحوا فين وبتاع، قال يا دكتور ده جالهم هيباتيتس سي ولا هيباتيتس اي ولا هيباتيتس اي وقعدوا في البيت. منين؟ كانوا عند سندس. ده خرب بيت، كان عنصر وباء. تدخل بقى تلاقي قذاره ما فيش بعدها قذاره، وكان هو الوحيد اللي في الكليه وقتها، فالناس كلها بتاكل من عنده. فكان عامل يعني هيباتيتس اي فظيعه في الكليه بسبب اكل ايه ملون. العميد عارف وقتها ان بيحصل حفل وشاله من على الارض خالص، يعني كسر الموضوع كله. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو بيحس بحراره وبتاع وبيصفر شويه، يروح يعمل تحليل. المفروض سيادتك الاقي الـ ALT والـ AST الطبيعي اقل من 40. اللي عنده ايه ده؟ 1200 1500. فظيع. ليه؟ يبقى الليفر شغال ايه؟ تكسيري. بقى افهم ان في فيروس في الليفر.
فالاي ال تي والاي اس تي الاثنين بيزيدوا لو فيه هيباتايتس في فيروس باللي لكن لو في مايوكاردال انفاركشن يعني عندي جلطه في القلب او ماسل ديزيز بيزيد اي اس تي بس. لو سالت سؤال كده مين مور سبيسيفيك للليفر؟ طبعا هو لو لقيت اي اس تي عالي اقعد افكر هو ليفر ولا هارت ولا ماسل يبقى في كذا مكان اهو كذا ممكن كاي واحد فيهم. لكن لو الاي ال تي عالي يبقى اكيد مين؟ ليفر. ليفر بس. عشان كده خلي بالك وانا قاعد في المعمل ويجي لي ريكويست التحاليل انا بفهم من الريكويست ده الدكتور فاهم انا مش فاهم. في دكتور يمسك الريكويست كده يعلم على 20 تحليل يعمل كل ده تروح المعمل 5-6000 جنيه تحليل وفي الاخر كلهم نورمال ولا اي حاجه عالي. فانا عملتهم ليه طيب؟ في واحد تاني ينشن تحليل واحد بس هو تحليل واحد بس ب 50 جنيه وتعمله تلاقيه في مشكله. ده دكتور فاهم ده فاهم. فهو شك ان الراجل ده عنده هيباتايتس ومش عايز يكلفه اطلب له اي ال تي ولا اي اس تي؟ هو اي ال تي وتعمله يطلع عادي. لا دكتور ده فظيع ده فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. لكن اللي بيعلم على كل حاجه ده واعمل وخلاص ولما نشوف يحصل ايه ده واحد مش فاهم. لكن اللي بينشن على واحد وهو اللي يطلع فيه مشكله ده جميل ده فظيع ده. فالمور سبيسيفيك سيادتك للليفر هو الاي ال تي لكن اي سي ممكن ليفر وممكن كمان هارت وممكن كمان ايه فظيع. دول اسمهم سيجنيفيكانس انا بستخدمهم في تشخيص امراض الاي ال تي والاي اس تي عالي اشخص بيهم الهيباتايتس اي اس تي عالي اشخص مايوكارديال انفاركشن اشخص لو كان في ديزيز في المصل. بعد ما شرحنا الترانسامينيشن هسالك سؤال وجاوبني بصراحه انت عرفت كل ما يتعلق بالترانسامينيشن هل تصلح الترانسامينيشن الون كجنرال ميثود اوف ديامينيشن؟ لا تصلح ما طلع الامينو جروب تصلح ولا تصلح؟ لا تصلح. ان ببساطه هي ليست دي امينيشن هي ترانس هي ليست دي امينيشن. هو كلمه دي امينيشن يعني نزع الامينو جروب نزع انزعها وطلعها في صوره امونيا. هل هنا طلع امونيا؟ لا. انا عملت حل مؤقت انت الامينو جروب مضايقك واديها لواحد تاني ده حل ايه مؤقت. هي ليست دي امينيشن هي انتقال مؤقت لامينو جروب من مكان لمكان. بمعنى انت كان معاك 200 جنيه ومضايقينك وعايز تصرفهم ما صرفتهمش خدتهم حطيتهم في جيبي. طب ما فين ما موجودين ما اتصرفوش انا خدتهم منك بقوا في جيبي انا. طب ما اتصرفوش انا عايز اصرف ال 200 جنيه انا عايز اطلع فري امونيا. فبعد اذنك كده في اي حته فاضيه اكتب الديس ادفانتجز العيوب الديس ادفانتج نو فري امونيا از ريليزد يعني ما طلعناش فري امونيا. يا جماعه هي مش حلوه هي وحشه ما بتطلعش فري امونيا لا تصلح الون كجنرال ميثود. ليه؟ نو فري امونيا از ريليزد. طب يعني كل حاجه فيها وحشه ما فيهاش ولا حاجه حلوه؟ لا يا عم فيها. تعالى شوف يا عم ايه الادفانتج ايه المزايا. قال لك المزايا سينثيسيس وفي النون اسينشال امينو اسيد ممكن باستخدامها اصنع النون اسينشال امينو اسيد. بمعنى ايه يا ابراهيم يا باشا؟ يقول لك والله انا عندي بيروفيت وجسمي مليان بيروفيت ونفسي في الانين هموت على الانين هموت واعمل واحده الانين. مش ممكن بيروفيت ده مع اي امينو اسيد اعمل ترانسامينيشن واكون الانين؟ اه ممكن. طب انا لو عندي اوكسالو اسيت مليان جسمي اوكسالو اسيت ونفسي في واحده بس اسبرتين مش ممكن اعمل ترانسامينيشن للاوكسالو اسيت مع اي امينو اسيد واعمل اسبرتين؟ يبقى ممكن بيها اعمل سينثيسيس اوف النون اسينشال امينو اسيد. ويقول لك مش لوحدها ممكن قدام مع حاجه ثانيه تصلح كميثود لكن الون لا تصلح كميثود اوف دي امينيشن. يبقى الديز ادفانتجز نو فري امونيا از ريليز ما بتطلعش فري امونيا لكن الادفانتجز استخدمها في السينثيسيس اوف النون اسينشال امينو اسيد او ممكن مع حاجه ثانيه قدام تصلح كميثود اوف دي امينيشن. عايز واحد شاطر اساله سؤال وجاوبني. مين عنده سيلف استيم وانا شاطر واسالني يا دكتور اتفضل. استنى انا افتكر ماجد صح؟ ماجد
تعرف تقول لي يا ماجد ايه الريجوليشن اوف الترانسامينيزس؟ ايه الهرمونات اللي خدناها بتاثر على الترانسامينيزس؟ هو اليمن بتقول متعلقه ده الفل اليمن بسم الله ما شاء الله، لكن ماجد يقول ما بيقولش يا راجل. الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويد فاكره خدناها فين يا عروس؟ خدناها فين؟ فايده جلوكوزيد. برافو عليك عبد الله، برافو عليك. فاكر لما خد لا مش انت خالص، انت برافو عليك. يتقطع قبل ما اقولها والله يتقطع وما يقولش برافو عليك. انا اشتمك اهزاك فاشل بايظ، لكن برافو عليك ازاي يعني؟ ما تجيش ابدا برافو عليك. فاكر لما خدنا الجلوكوجينيسيس وقلنا كل الانتي انسولين ينشطوا الجلوكوجينيسيس، وقلت لك ان اول خطوه في تحويل الامينو اسيد لجلوكوز هي ريموفال اوف الامينو جروب، وده بانزيم اسمه ترانس امينيز. وقلنا ان الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويد بيعملوا اندكشن للترانس امينيز وبالتالي يساعدوا على الجلوكوجينيسيس. بذمتك قلت ولا ما قلتش؟ قلت ولا ما قلتش؟ قصرت والله ما قصرت، والله انت اللي قصرت، والله انت اللي مش بتذاكر. فاكتب بعد اذنك ريجوليشن، اكتب ريجوليشن induced by في الريجوليشن اكتب induced by growth hormone and glucocorticoid، induced by growth hormone and glucocorticoid. يبقى انا عندي ثلاث كمان حلوين قوي. الديزادفانتجز ايه؟ نو فري امونيا از ريليزد. ادفانتجز ايه؟ بصنع النون اسينشال امينو اسيد، وكمان ممكن مع حاجه ثانيه تنفع كميثود اوف دي ان اي. الريجوليشن انديوسد باي مين؟ جروث هرمون وجلوكوكورتيكويد. احنا وصلنا ان الترانس امينيشن ما تنفعش كميثود اوف دي ان اي. اروح للمرحله الثانيه اشوف بقى تنفع ولا ما تنفعش. يلا بقى اوكسيديتيف دي امينيشن. امسح الفوت خلاص. ايه هو كتير ما بتطلعش امونيا يا سيدي؟ لا الامونيا جروب دي راحت من مكان لمكان. ما تعيش يا سيدي ايش والله ما انا ميديسين اخذنا اليوم. يس كيف بخلصه؟ ايه؟ ده جلوكوجينيسيس يا حب. جلوكوز هرمون وجلوكوكورتيكويد بيشيلوا الامينو جروب فيخلي الكيتو اسيد يبقى جلوكوز. خدناها من الجلوكوجينيسيس. انت واخد اخر صفحه من اخونا اللي باشا والله طولنا. يلا يا باشا الترانس امريشن مش نافع، تعالى نشوف بديل. تعالى نشوف الثانيه اللي اسمها اوكسيديتيف دي امينيشن. جامدة جدا 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 والجدا للصبح جدا قصة ألف ما جاتش يا مايس تنص أتحداك والله أتحداك. طب أنا عايز تلت ساعة دي حقي حقي ولا مش حقي؟ حقي أخذت تلت ساعات كده. عندي تلت إنزيمات بيعملوا أوكسيديتيف دي أمينيشن. ركز معايا الجدول الصحي عندك بعد صفحتين ولا حاجة. عايز تقول لي اول واحد بنسميه الامينو اسيد اوكسيديز، الثاني بنسميه دي امينو اسيد اوكسيديز، والثالث بنسميه الجلوتاميت دي هيدروجينيز. لكن معايا هذه الانزيم الثلاث انزيمات بيعملوا اوكسيديتيف دي امينيشن. بمعنى لكن معاك لو دول بالوقت بالظبط هجيب الامينو اسيد هشيل منه هيدروجين فيتحول الامينو اسيد الى امينو اسيد. يتحول الامينو اسيد لايه؟ امينو اسيد. وكده عملت اوكسيديشن. انا شلت هيدروجين اروح ضايف ميه ومطلع امونيا فيتحول الامينو اسيد الى كيتو اسيد. وكده انا طلعت امونيا يعني عملت ايه؟ دي امينيشن. يبقى عملت اوكسيديشن وعملت دي امينيشن فسميت البروسيس اوكسيديتيف دي امينيشن. مره كمان هشيل هيدروجين فالامينو يبقى امينو وده اسمه اوكسيديشن. على الامينو بقى اضيف ميه واطلع امونيا فالامينو يبقى كيتو. طلعت امونيا يبقى اسمه ايه؟ دي امينيشن. وشلت هيدروجين يبقى اسمه اوكسيديشن.
اوكسيديشن يبقى عنده اوكسيديتيف دي امج. الثلاثه انزيم شغالين بنفس الطريقه، شيل هيدروجين ده اسمه اوكسيديشن، فالامينو يبقى ايه؟ حط ميه وطلع امونيا ده اسمه دي امينيشن، فالامينو يبقى ايه؟ كيتو. الفرق بينهم في ايه؟ في الكارير، في اللي بيشيل الهيدروجين. بص معايا، ال ال امينو اسيد اوكسيديز الكارير از اف ام ان. الله الله الله، كم بيكتبوا في عينك؟ ون. والدي دي 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 فاد 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 كومبلكسون. عشان كده ال ال امينو اسيد اوكسيدينز والدي امينو اسيد اوكسيدينز اسمهم فلافو بروتين. ليه فلافو بروتين؟ فيهم فلافين اف ام ام واف ام. ال ال جلوتاميت دايهيدروجينيز ناد وبين قوسين بي. يعني ايه ناد وبين قوسين بي؟ الناد شغال، الناد بي شغال، يعني ناد اور ناد بي. تعالى كده هشرح لك الاكشن بتاعهم، ومعلش اعذرني هرسمهولك بالفورمولا بس عشان تفهم، بس عشان تفهم بس الفورمولا الفهم مش عليك والله، بس انت ما فاهم حصل ايه. انا هرسم امينو اسيد، فاكر الصيغه العامه بتاع الامينو اسيد؟ CH NH2 COOH. وعارف بسميه ايه؟ بسميه الفا امينو اسيد، لان الامينو جروب في الالفا طبعا. وهشغل عليه ال ال امينو اسيد اوكسيديز. الخطوه الاولى هيعمل له اوكسيديشن، يشيل هيدروجين على الاف ام ان ولا اف دي ولا نات ولا نات بي؟ على الاف ام ان، فيدخل اف ام ان يطلع اف ام ان اتش 2. بص هشيل هيدروجين منين؟ هشيل الانشايه دي من الالفا كربون، وهشيل اتشايه من الامينو جروب، يبقى اتش من الفا كربون وكمان ايه؟ اتش من الامينو جروب. الشكل يبقى كالاتي، ار سي سي او او اتش، والان اتش دول باقي منها ايه؟ ان اتش بس كده، في بوند ناقصه اروح عامل دبل بوند. لما الامينو اسيد في الالفا كربون في امينو جروب سميته الفا امينو اسيد، لما الامينو اسيد في الالفا كربون ايمينو جروب ده اسميه الفا ايمينو اسيد. الخطوه دي انا عملت ايه؟ عملت اوكسيديشن، شلت هيدروجين فتحول الامينو اسيد لمين؟ لامينو اسيد. في قاعده في الشابتر ده بتقول اي امينو اسيد دخل ميه طلع امونيا. دي قاعده، اي امينو اسيد عندك دخل ميه وطلع ايه؟ امونيا. فانا عندي امينو اسيد هروح مدخل ميه اهو H2O واطلع امونيا NH3. بص هيحصل ايه؟ مش الميه دي H2O؟ H2 مع ال NH تطلع بصوره ايه؟ NH3. طب لما اخد من الميه H2 يتبقى مين؟ تروح ال O تحل محل ال NH، الشكل يبقى R C double bond O C O O H. لما الالفا كربون كان فيها امينو جروب كان اسمي الفا امينو اسيد. طب لما يكون فيها ايمينو جروب الفا ايمينو اسيد. طب لما يكون فيها كيتون جروب الفا كيتو اسيد. عملت ايه؟ طلعت امونيا، يعني عملت دي امينيشن، وقبلها طلعت هيدروجين، عملت اوكسيديشن، انا عملت اوكسيديتيف دي امينيشن. اهو سكت، شلت هيدروجين فالامينو اصبح امينو، ده اسمه اوكسيديشن. حطيت ميه وطلعت امونيا والامينو اصبح كيتو، ده اسمه ايه؟ دي امينيشن. فانا عملت اوكسيديتيف دي امينيشن. نفس الكلام هتحصل هنا في الدي امينو اسيد اوكسيديز، بس الفرق بدل ما ادخل اف ام ان ادخل اف دي. نفس الكلام هيحصل هنا في ال ال جلوتاميت دي هيدروجينيز، بس بدل ما ادخل اف ام ان ادخل ناد او تعالى اكتبها لك تاني اهو بس من غير فورمولا بقى. هبدا بامينو اسيد اسمه جلوتامين، اروح مدخل ناد او ناد بي واطلع ناد او ناد بي اتش بلس اتش، فاحول الامينو لامينو يبقى اسمه الفا امينو جلوتاريت. الفا امينو ايه؟ جلوتاريت. القاعده بتقول عندك امينو دخل ميه وطلع، اروح مدخل ميه ومطلع امونيا يديني الكيتو اللي اسمه الفا كيتو جلوتاريت او الفا كيجي. الميكانيزم واحد،
الثلاثة بنفس الطريقة بشيل هيدروجين ده اسمه اكسيديشن. فالامينو يبقى امينو. هضيف مية واطلع امونيا وده اسمه دي امينيشن. فالامينو يصبح ايه؟ الفرق في الكارير. ال الكارير مين؟ اف ام ان. والدي امينو اسيد اوكسيديز الكارير فات. وال ال جلوتامين ده هيدروجين الكارير مين؟ ناد او نادي. كمان يفرقوا عن بعض سيادتك في السايت. فيقول لك ال امينو اسيد اوكسيديز والدي امينو اسيد اوكسيديز ليفر وكيدني. الاثنين موجودين فين؟ ليفر وكيدني. ولكن ال جلوتامين ده هيدروجين موجود فين؟ موست تيشو. كمان يفرقوا عن بعض في الاكتيفيتي في النشاط. ال 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 لو 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 اكتيفيتي. لكن الدي امينو اسيد اوكسيديز بيبقى هاي اكتيفيتي. وكمان ال ال جلوتاميد هيدروجينيز هاي اكتيفيتي. كمان يفرقوا عن بعض في الريفرسيبيليتي. يقول سيادتك ال امينو اسيد اوكسيديز والدي امينو اسيد الاثنين مع بعض ايه؟ الريفرسبل. لكن ال جلوتاميد هيدروجينيز بيبقى مين؟ ريفرسبل. يا جماعه الجدول ده فظيع شنيع مريع. الثلاث انزيمات شغالين زي بعض. شيل هيدروجين اسمه اوكسيديز والامينو بقى امينو. دي في ميه تطلع امونيا اسمه دي امينيشن. فاليمينو اصبح كده. الفرق في الكارير. الكارير بتاع ال امينو اسيد اوكسيديز ايه؟ اف ام ان. اسمع صوتك والدي ف وال ال جلوتاميت كمان السايت. ال ال والدي مكانهم فين؟ ليفر وكده. وال ال جلوتاميت والنبي جنبها فرحني وانت ميتوكوندريا اوف موستيشن. يا جماعه ال ال جلوتاميت هيدروجينيز ميتوكوندريا موجود بس فين؟ في الماي. اوعى تنسى دي عايزها قوي بكره هحتاجها جدا المعلومه دي. ال ال جلوتاميت هيدروجينيز ميتوكوندريا موجود فقط فين؟ في الميتوكوندريا. الاكتيفيتي ال 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 لو اكتيفيتي. لكن دي هاي اكتيفيتي وال ال جلوتاميت برضو هاي اكتيفيتي. ريفرسيبيليتي ال ال والدي الاثنين ار ريفرسيبل بينما ال ال جلوتاميت هيدروجينيز بيبقى ريفرسيبل. عايز واحد جينيس واحد سمارت واحد انتليكشوال واحد جامد اخر حاجه يبص على الثلاث انزيمات دول ويقول لي مين فيهم يصلح الون كجنرال ميثود اوف دي امينيشن. مين اللي جلوتامين اليمن ايه اللي جلوتامين؟ العراق بتقول ايه؟ شوف مين يكسب. ايه اللي العراق ايه اللي جلوتامين؟ اليمن والعراق ايد واحده. مين مصر بتقول ايه؟ اليمن والعراق ومصر متحدين. دي امينو اوكسيديز. ايه؟ الا امينو مصر ليها راي اخر. الا امينو اسيد. دكتور دي امينو اوكسيديز. يا جميل. حط النجوم. صوتي الحلو الوسط. اعطيني الجواب. مين ينفع؟ تعال يا كلهم. تعال يا شيخ. كلهم وخلاص. ونشوف مصر ولا يمن ولا العراق ولا سوريا. السعوديه بتقول كلهم ينفع. الشاهد بتقول كلهم ينفع. تعال نشوف. ال ال امينو اسيد اوكسيديز لو اكتيفيتي يا بايز. لو اكتيفيتي. وانا عايز حاجه تشتغل في هاي اكتيفيتي. طب تعالى الدي. ادي الدي هاي اكتيفيتي. بس موجود ليفر وكدني بس. وانا عايز حاجه تحصل في موست. وخد دي هديه مني ليك يا سيادتك. الامينو اسيدز اللي في جسمي مش دي اصلا. ده اللي في جسمي اصلا كلهم ايه؟ الدي ده مش موجود في جسمي من اساسه. يعني ما ينفعش من بابه. بص بقى يا ست كارين. انا عندي انزيم اسمه ال جلوتامين هيدروجينيز. موجود فين؟ موست تيشوز. وليه كمان هاي اكتيفيتي. وبيطلع فري امونيا. يبقى مين بقى يصلح كجنرال ميثود اوف دي امينيشن؟ ما ينفعش. ما ينفعش ولا واحد منهم. يا بايظ يا فاشل. هو اسمه ال ايه؟ ال مين؟ شغال بس على مين؟ يبقى ازاي جنرال يا جدع؟
ولا واحد ازاي شغله ده اسمه الجلوتاميت يعني شغال بس على مين يبقى سيد اشغله ولا واحد يا اخي حيرتني معاك والساعه داخله في 2:30 وتقول لي ترانس اجريشن مش نافع عشان نو فري امونيا از ريليز واللي حلو حتى اللي اسمه الجلوتاميت مش نافع عشان شغال بس على الجلوتاميت الحل ايه قال لك هات الحلو من هنا لا خلص وهات الحلو من هنا واضربه في الخلاط واعمل احلى فرفكيله من عند فرغلي واديني الطريقه اللي اسمها ترانس دي بكره حصل جاي يا دكتور والله المخ خلاص الترانس امينيشن مش نافع عليه في امونيا والال جلوتاميت مش نافع عليه شغاله بس على دخل الاثنين مع بعض اعمل كوكتيل اعمل فخفخينه تعال نشوف اللي هيحصل حسبي الله اجيب امينو اسيد الميكروفون تعب طيب هجيب امينو اسيد اشتغل يا فندم هجيب امينو اسيد وده اللي عايز اطلع منه عايز اطلع منه امينو جروب طب والله قال لك الامينو اسيد ده هعمل له رياكشن مع الفا جي هتخلي الامينو اسيد ده رياكت مع مين؟ مع الالفا جين وروح نقل امينو جروب من امينو اسيد الى الالفا جين انقل امينو جروب من امينو اسيد لمين؟ للالفا جين لما انقل امينو جروب للالفا جين الالفا جين يصبح جلوتاميت والامينو اسيد يصبح الفا جين اسيد مره كمان انا عندي امينو اسيد وعايز اعمل له دي امينيش الترانس امينيشن لوحدها مش نافعه ليه مش بتطلع فري امونيا والال جلوتاميت لوحده مش نافع ليه شغال على الجلوتاميت فقلت اعمل ميكس ما بين الاثنين فجبت الامينو اسيد اللي عايز اطلع منه الامينو جروب هعمل فيه ايه فعلته مع الفا كي جي ونقلت الامينو جروب من امينو اسيد الى الفا كي جي الفا كي جي اصبح جلوتامين والامينو اسيد اصبح الفا كي جي اسيد اتحلت يا معلم اتحلت ايه انت عملت ترانس امينيشن عاديه خالص اتحلت والمصحف اتحل خلاص اتحلت ازاي انت مش عندك دلوقتي جلوتامين وفي انزيم اسمه ال جلوتامين دهيدريز موجود في موز تيشو وليه هاي اكتيفيتي وبيطلع فري امونيا شغل سيادتك على هذا الجلوتامين الانزيم اللي اسمه ال جلوتامين دهيدريز بص معايا اهو اروح مدخل اهو ناد او ناد بي واطلع ناد او ناد بي اتش بلس اتش يبقى اسمه امينو جلوتامين اروح مدخل ميه ومطلع فري امونيا يرجع ويبقى كيتو جلوتامين بص معايا على البورد الامونيا دي الامونيا دي الامونيا دي اللي طلعت دي جت منين من الجلوتامين اللي خدها منين من اي امينو اسيد انا كده عملت دي امينيشن لاي امينو اسيد مره كمان مرة كمان جامدة جدا 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 ركز معايا في منتهى البساطة الترانس امينيشن لوحده مش نافع مش بيطلع فري امونيا والال جلوتاميت لوحده مش نافع شغال بس على مين؟ على جلوتاميت قلت اعمل ميكس ادخل الاثنين مع بعض فجبت الامينو اسيد اللي عايز اطلع منه امونيا فعلته مع مين؟ مع الفا كي جي ونقلت الامينو جروب من الامينو اسيد للالفا كي جي الفا كي جي اصبح مين والامينو اسيد اصبح مين دلوقتي الامينو جروب مع مين يمتلك الامينو جروب جلوتاميت رحت مشغل الانزيم اللي اسمه ال جلوتامين ودخلت التفاعلين مع بعض بص معايا دخلت ناد او ناد بي طلعت ناد او ناد بي اتش بلس اتش هيبقى اسمي امينو
جلوترين اروح مكمل ومدخل ميه ومطلع امونيا ارجع وابقى الفا كيتو جلوترين. الامونيا دي اللي طلعت دي جت منين؟ من جلوترين. اللي جابها منين؟ الامينو اسيد. يبقى انا عملت دي امينيشن لاي امينو اسيد. اللي مش فاهم يرفع ايده. القاعه كلها مش فاهم. تاني شوي شوي انا بحكي واحده بس استحمل ايوه انا بقول مره اخرى ركز معايا بايس والله صح انت عملاق والمعلومه قذف يقول لي لا والله بص يا حب له قال انزيم واحد اول طريقه اسمها ترانس امينيشن نافعه ولا مش نافعه؟ مش نافعه مش بتطلع فري امون. تاني طريقه اللي اسمه ال جلوتامين ده هيدروجينيز لوحدها نافعه ولا مش نافعه؟ ليه شغاله بس على امينو اسيد واحد اسمه جلوتامين واحده خطا لازم معاك دخلت الاثنين مع بعض عملت ميكس الاثنين مع بعض اللي ورا ركز معايا جبت الامينو اسيد اللي عايز اطلع منه ايه فري امونيوم مش عارف روح تنفعله مع كيتو اسيد اسمه مين؟ الفا كيتو وعملت ترانس امينيشن عاديه خالص ونقلت الامينو جروب من الامينو اسيد للالفا كي جي. الفا كي جي بقى اسمه ايه؟ جلوتامين. والامينو اسيد بقى مين؟ الفا كيتو اسيد. دلوقتي مين يمتلك الامينو جروب؟ جلوتامين. يا ابني ركز معايا يا حبيبي. نقلت الامينو جروب من الامينو اسيد للالفا كي جي فاصبح جلوتامين. اللي معاه امينو جروب دلوقتي هو جلوتامين. رحت مشغل انزيم اسمه ال جلوتامين هيدروجينيز اهو قدام موجود في بوستيشن وليه هاي اكتيفيتي وبيطلع فري امونيا ودخلت نات او نات بي وطلعت نات او نات بي اتش جلوتامين يبقى اسمه امينو جلوتامين. رحت مدخل ميه وطلع امونيا فرجع تاني الفا كيتو جلوتامين. سعد الباشا الامونيا دي اللي طلعت دي جبتها منين؟ من جلوتامين. اللي جابها منين؟ من اي امينو اسيد. انا كده عملت دي امينيشن لاي امينو اسيد. اللي فاهم يجاوبني. اللي فاهم يجاوبني. سعاده الباشا هل هنا لازم الكيتو اسيد يبقى الفا كي جي؟ ولا ممكن اي كيتو اسيد؟ طب الترانس امينيشن الترانس امينيشن العاديه لازم الفا كي جي؟ لا عادي 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 اي واحد الترانس امينيشن العاديه اي كيتو اسيد هنا لازم الفا كي جي ليه؟ عشان جلوتامين فاشغل جلوتامين ده طب اللي بينفع هي البيست ميثود اوف دي امينيشن فور اول امينو اسيد ترو ولا فور؟ ترو ترو فور حسبي الله فور كان في اربعه امينو اسيد مالهمش ترانس امينيشن اللي مالوش ترانس امينيشن مالوش ترانس دي امينيشن يبقى ما اقولش فور اول فور فور موس ليه فور موس اللي مالوش ترانس امينيشن مالوش ترانس دي امينيشن. طب المعلومه الاهم ولو قلتها تبقى عبقري الطريقه دي اللي اسمها ترانس دي امينيشن ريفرسبل ولا ان ريفرسبل؟ ريفرسبل ريفرسبل. اللي بيقول ريفرسبل يرفع ايده. اللي بيقول ان ريفرسبل يرفع ايده. ريفرسبل. استغفر الله بالله. الترانس امينيشن لوحدها اس والال جلوتامين هيدروجينيز لوحده اس مجموع الاثنين يبقى يعني ممكن اجيب امونيا واجيب نادمي اتش واجيب كيتو اسيد وابني بيه امينو اسيد والريفرسال بتاع الترانس دي امينيشن يسمى ريدكتيف امينيشن يبقى عكس الترانس امينيشن اسمه ايه؟ ريدكتيف امينيشن هجيب امونيا واجيب نت بيتش واجيب كيتو اسيد وابني امينو اسيد اشوف بكره ان شاء والله خلاص والله بكره هنيجي مش فاهمين ايش